جهة طنجة تطوان الحسيمة، عدد الأصوات معبر عنها 190، عدد الأصوات الصحيحة 190 بإجماع المصوتون بحضور السيد المفوض القضائي أخ عزيز أخ نوج بهذا الفوز. شكرا على الاستضافة. كما تبعتوا منذ الأمس البارحة أشغال المؤتمر السابع لحزب التجمع الوطني الأحرار، اليوم كان يعني التصويت على كل الأوراق اللي يعني الاشتغال ديال أمس البارحة، يعني من اللجان اللي كانت كتشتغل ثلاثة، كان هناك صوت بإجماع، كنا كذلك كان هناك تصويت على الأخ السيد الرئيس عزيز أخ نوش، واللي اليوم كل المناضلات والمناضلين اليوم اللي كانوا حاضرين في القاعة فكان هناك تصويت بالإجماع 190 صوت في 190 الحاضرين، هذا رقم يعبر عن عن عن, عن دلالة أساسية، هو كلنا وراء السيد الرئيس الأخ عزيز أخ نوش بمسؤولية الجديدة بهذا يعني 4 سنوات المقبلة إن شاء الله. لابد من نشكر كل المناضلات والمناضلين اللي جاونا من كل الاقاليم ديال الجهه وعبروا عن روح النضال ديالهم وعلى المثابره وكذلك على التدخلات المميزه اللي عرفتها يعني الاشغال هذا المؤتمر طيله هاد اليومين. شكرا لكم. نجمه امصغر من اقليم الحسيمه، رئيسه مكتب الاقليمي تمغارين التجمعيه الحزب التجمع الوطني الاحرار بالحسيمه، نائبه ثم زياروت نتمغاث الرئيسة نتمغارين التجمع الوطني الأحرار على المستوى الجهة وعضوة المكتب الفيدرالي نتمغارين أرباط. نهارا نحضى المؤتمر الوطني التجمع الوطني للأحرار، المؤتمر السابع اللي كان تحت شعار مسار التنمية، نهارا نقا ننتخب السي عزيز أخ نوش إجماع بشديري ذو الرئيس والولاية الثانية الحزب التجمع الوطني للأحرار. شكراً.